ما حدش يقول حاجه، فده أيوه. الطبيعي. استاذ بيومي مبروك الفيلم. الله يبارك في حضرتك. نجح على المستوى المصري وعلى مستوى العربي كمان، حتى على المستوى السعودي يعني. الشوجر دادي ده اول حاجه، بس عشان ندخل الموضوع على طول، تعرف شوجر داديز ولا ما تعرفش؟ اعرف شوجر دادز، كلهم صحابي شوجر. كلهم ما اعرفش حد مش شوجر دادز. والله بس كلهم معانا انت، عشان بس نبقى كلهم معانا. كلهم معانا انت في تجارب حواليك، لكن ما لهاش علاقه. هو بيمثل كده بس. بيمثل كده بس، بيفتقدها فبيعملها. في المرحله الاولى للفيلم، في بدايه الفيلم، انت حسيت انه فيلم اجتماعي هيبقى له الصدى ده؟ الجمهور تعامل مع شوجر دادي على انه الجزء الثاني من ماما حامل. ما انا كنت عشان نفس معهم شركه ده. الانتاج، نفس المؤلف، نفس المخرج، وتقريبا نفس قصه الممثلين تقريبا، لو استاذ نينا سلام ومصطفى غريب وكده يعني. فتعاملوا والله ولك الحمد. ماما حامل كان عامل نجاح باهر خصوصا في الخليج، هو اللي بعد على طول وقفت رجاله. في الايرادات هناك يعني، الحمد لله. فتعاملوا معاه على هذا المنطلق. انا كنت خايف بس عشان وخصوصا الخليج وخصوصا المملكه السعوديه، كانوا حابين قوي علاقه الحب الفظيع ما بين الزوج والزوجه. اللي بيني وبين مدام ليلى، فانهم انه ما زال مستمر الحب. لان دايما الافه انه لما لسان بيحصل الفتور والكلام ده بتاع ان يفضل درجه الحب دي لدرجه ان هم يتفقوا في كل عيد جواز يروحوا يعملوا نفس السبق اللي كانوا عملوه زمان وكل الكلام ده. مشكله ثانيه دي، فكان مشكله ثانيه بالظبط يعني. مشكله ثانيه كتير. فكانوا حابين. انا كنت خايف بقى عشان لما يتحول الموضوع انه في خيانه وفي شوجر داي وفي كده، انه المساله تختلف. بس هم ما حصلش كده، لانهم حبوا الاثنين وكانوا عايزين يشوفوا الاثنين وعايزين يشوفوا المشكله واصله لفين. وبرضه التعامل بتاع الفيلم ده، شغل لؤي، برضه التعامل ما بين الشخصيتين في الفيلم كان على طول ناعم، برضه لطيف. ما مين لؤي؟ انا عامل معاك 10 افلام. عامل معاك 10 على طول يعني. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه هنا، احنا حريصنا ان هي ما تبقى ناعمه يعني، حريصنا ان ما يبقاش في خيانه حقيقيه. مفيش جرح يعني، مفيش حد شرير، مفيش صدمه من حد على يعني الشاشة. حتى الدور بتاع الرقاصه كانت لايت يعني، مفيش حد شرير، الناس مش هتطلع تكرهها وتقول دي بتخرب، هي برضو كانت من بره كده. فده كان برضو مقصود يعني. باكد كلام الاستاذ محمود في انه مثلا لما كان ولادي يقولوا لي طب وماما، فباندفاع جدا اقول لهم مالهم. بالظبط، تفضل طول عمرها فوق دماغي. صح. هو للاسف الشديد اي حد في الدنيا شوجر دادي او اللي بيكون الكلام ده مش مقتنع بانه بيقول، هو مش مقتنع، مش هو بيقول. مش هو ايه؟ دي حاجه لا اراديه. رايك ان هو ايه؟ رايي ان هو هو ايه في الفيلم؟ لا لا، هو ايه؟ في العموم؟ عموما لا لا لا، في المشكله حاجه، ده راجل جميل. يعني عادي، انا قاعده في وسط اربع رجاله، لا الحقوني. منهم راجل جوزاء. لا، في خمس، في خامس دلوقتي هيدخل معانا من اليونان.